كيف تصنعين عقد على شكل قبة من اللولو؟ نحتاج إلى مقص، لاصق غراء، قطعة قماش اللباد، ورقة، قلم، عقد من اللولو. نقوم برسم نصف شكل القبة على الورقة، نقوم بقص الورقة، ثم نقوم بنقل الشكل على قطعة القماش، نقوم برسمها مرة أخرى بعد قلبها لنحصل على شكل القبة، نقوم بقص قطعة القماش للحصول على شكل القبة النهائي، نقوم بقص أطراف قطعة القماش من الجانبين وإدخال الشريط وربطها. نضع كمية من الصمغ على قطعة القماش ونقوم بلصق اللولو. هل تعلم أن كل لؤلؤة فريدة من نوعها تأخذ لون الصدفة التي تعيش في داخلها؟